ممكن يفرح قلب المسيح. النجاح الروحي أو النجاح في الخدمة أو المواهب الروحية، قوة الله، لأن من خلال الصليب تم خلاص البشرية. جسد المسيح ودم الأشياء التي تشتهي الملائكة أن تراها. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الملكوت والسهر، الملكوت والسهر. لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. لا تخف أيها القطيع الصغير، الكنيسة قطيع صغير، جماعة المؤمنين قطيع صغير، لكنه قطيع المسيح، والمسيح هو الراعي الصالح الذي بذل نفسه من أجل قطيعه. لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. أنتوا دلوقتي بقيتوا داخل ملكوت الله. الآب أعطاكم الملكوت بمسرة، إداكم الملكوت وهو فرحان. معنيه الكلام ده؟ بدون المسيح وبدون ذبيحة الصليب لا يمكن أي إنسان أن يتقدم إلى الآب، وبدون المصالحة التي أكملها المسيح على الصليب لا يستطيع أحد أن يتقدم إلى عرش النعمة. نحن ندخل إلى الأقداس السماوية من أجل أن المسيح دفع عنا كل ثمن خطايانا على خشبة الصليب. أصبحنا محبوبين لدى الله الآب من أجل المسيح. لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. أنت خايف ليه؟ بتخاف ليه؟ بتخاف ليه؟ إن كان الراعي الصالح اللي أنت منضم إلى قطيعه أو واحد من ضمن أولاده اللي افتداهم بدمه ساب السماء كلها وساب مجد الألوهة وأخذ شكل العبد عشان خاطرك، عشان يموت بدالك، بتخاف من إيه؟ لا تخف أيها القطيع الصغير. والعمل اللي عمله المسيح خلانا محبوبين جدا لدى الآب، وأصبح لنا السلطان أن ندعى أولاد الله. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. عشان كده قطيع المسيح، مع أنه قطيع صغير لكن قطيع قوي. والنهاردة المسيح بيطمن قطيعه، ولك لا تخف أيها القطيع الصغير، لأنك أنت أخذت أعظم نعمة، أعظم عطية، أخذت الملكوت. أنا عايز أقول لك الملكوت ما هواش حاجة هتيجي، ما هواش حياة مستقبلية أو فردوسية جاية لسه. الملكوت هو فردوس هنا على الأرض. ملكوت الله هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. خدتوا الحياة الفضلة، أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم إيه؟ أفضل. لا تخف أيها القطيع الصغير. لكن المسيح بيقول بعض النصائح لهذا القطيع، وهنتكلم النهاردة عن ثلاثة منهم. الثلاثة دول، أول حاجة المسيح بيقول للقطيع الصغير، بيقول له حول الأرضيات إلى سماويات. الحاجة الثانية بيقول له التزم بالعفة والحياة المضيئة. الحاجة الثالثة بيقول له حرص من الحرامي، خلي بالك أحسن تتسرق. أول حاجة يقول له إيه؟ بيقول له حول الأرضيات إلى سماويات.
بعد ما بيقول لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، قال إيه؟ بيعوا ما لكم وإيه؟ أعطوا صدقة. قال كل ما تبيع حاجة عندك وتدي صدقة أو تديها صدقة أو تمنها تدي صدقة للفقراء والمحتاجين والمعوزين، ده بيتحسب إنك أنت حولت اللي عندك ده، وكل واحد عنده حاجة ثمينة قوي وحاجة غالية قوي بقى محتفظ بيها ومش عايز أبدا إن هو يفقدها. قال لك فعلا لو أنت عايز تحتفظ بالأشياء الثمينة اللي عندك إنك أنت تبيعها وتدي تمنها للفقراء، فتبقى موجودة فين عندك؟ فين؟ في السماء. بيقول لهم حولوا الأرضيات إلى سماويات، بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة. عندك حاجات ممكن تبيعها علشان إنك أنت تحولها للسماء، خايف عليها، خايف عليها هنا على الأرض فعلا، بدل ما تعيش في قلق وتعيش يا ترى سعرها هيفضل زي ما هو ولا لا، هيزيد ولا هيقل، يا ترى فعلا الفلوس اللي عندي في البنك ده، البنك ده يا ترى هيفلس. لسه سامعين عن بنك في فرنسا، تاني بنك في فرنسا اللي هو سوسيتي جنرال، ده واحد سرق منه او قدر ان هو يخش ويعمل بعض الترانساكشنز او بعض العمليات في البورصة وخسروا اكتر من 7 بليون دولار. فالبنك ده ما نعرفش هيجرى له ايه. فكل واحد عنده فلوس وعنده مقتنيات خايف عليها وعايش في قلق، فبيقول لك ريح نفسك. عشان كده يقول لك ايه؟ حيث يكون كنزك هناك ايه؟ يكون قلبك ايضا. لو قلبك على الحاجات اللي في الارض هتفضل تعبان وقلقان ما عندكش سلام، لكن اول ما تحولها للسماء خلاص عندك رصيد في السماء. بيعوا ما لكم واعطوا ايه؟ صدقة. والمرة اللي فاتت قال لنا اصنعوا اصدقاء ايه؟ بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابدية. شوفوا الانجيل هو الروح واحدة، بيعوا ما لكم واعطوا صدقة. مش تبيع اللي عندك عشان تفتح حساب في البنك وتعمل وديعة جديدة وزيادة، لا، الكلام في منتهى الوضوح. لما تبيع اللي عندك عايز تحوله للسماء، اعطي صدقة للناس المعوزين، الفقراء، الناس المسنين، الناس التعبانين، الناس اللي محتاجين الى رغيف العيش عشان يقدروا ان هم يقضوا يومهم او ليلتهم. عشان كده احبائي بيقول لهم كده حولوا ايه؟ حولوا الارضيات الى السماويات، زي ما قال بولس الرسول مفتدين الوقت لان الايام شريره. وكمان مش بس المقتنيات تقدر تحولها للسماء، حتى الوقت، الوقت تحوله للسماء. ازاي تحوله للسماء؟ وقت هنا ضايع طول ما انت بتقضيه في العالم، لكن كل وقفه صلاه انت افتديت الوقت ده وحولته للسماء، رصيد في السماء. كل وقت بتقضيه في عمل الخير، كل وقت بتقضيه في قراية الإنجيل، كل وقت بتقضيه في الخدمة، ده افتديت هذا الوقت. حول الأرضيات إلى سماويات. دي أول نصيحة المسيح بيديها لهذا القطيع الصغير اللي إيه؟ اللي الآب السماوي أعطاه الملكوت بمسرة. يا ترى أنا من ضمن هذا القطيع؟ ده سؤال النهاردة كمان. أنا من ضمن هذا القطيع ولا لسه؟ قل له يا رب النهاردة أنا عايز أتأكد إن أنا من ضمن القطيع السماوي اللي فعلا خد الملكوت، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بس اقبل بقى النصايح اللي المسيح بيديها لك النهاردة. وأول نصيحة هي حول الإيه؟ الأرضيات إلى سماويات. والنصيحة الثانية اللي بيديها المسيح يقول لهم كده، لتكن أحقاقكم منتقى وسروركم موقدة، اللي هو التزم بالعفة والحياة المضيئة. الحقوين أو الحق يعني اللي هو المنطقة اللي فوق الفخذ، وهنا بيقولوا منطقة يعني إيه؟ يعني أنت عارفين حزام الوسط اللي هو الواحد لما يجي يتحزم علشان هيقوم بعمل، هيشيل حاجة تقيلة، هيشتغل شغل تقيل، فيبتدي يحزم وسطه. طبعا ده غير بقى الناس بتحزم وسطها علشان يعني حاجات تانية، لكن بتكلم على تحزيم الوسط علشان الشغل، عشان العمل، عشان الانسان ناوي ان هو يجري مثلا، ناوي ان هو يشتغل شغل تقيل. فبيقول لك ولتكن احقاقكم منطقة، وخلي بالكم ان المنطقة دي اصلها منطقة الشهوة،
منطقة الايه؟ الشهوة. علشان كده يا جماعة زي بقول لكم كده، ياما الانسان لما يمنطق حقويه، يا اما علشان ان هو يصلي ويخدم ويسجد ويركع في الارض ويضرب مطانية. ليه؟ لان لما يحزم نفسه يقول لك الحزام ده كان حزام جلد وشديد قوي، الإنسان حتى ما يقدرش ينام، لكن يساعده ان هو يقدر ان هو يسجد، يساعده ان هو يقدر يشتغل. فهنا بيتكلم عن ان الإنسان لازم يكون عنده يقظة، لان هذه المنطقة ان الإنسان حاجة من الاثنين، يا اما يلبس الحزام ده زي ما قلنا علشان يهز بقى جسمه ويبقى للشهوة، او فعلا يلبس الحزام ده علشان خاطر ان هو يبتدي يجاهد ضد الخطية. فأميتوا أعضاءهم التي هي على الأرض، الزنا والنجاسة والدعارة إلى آخره. فعلشان كده أحبائي النهاردة إحنا مطالبين، لأن إحنا خدنا الملكوت، إن إحنا لازم نلتزم بالعفة، حياة العفيفة، الحياة المقدسة. الجسد يبقى مقدس للرب. أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ ده الأعضاء دي أصبحت أعضاء للمسيح يا جماعة. إحنا أصبحنا لحم من لحمه وعظم منين؟ من عظامه. فعشان كده حبيبي الواحد لما بيشوف إنسان في الكنيسة وإنسان عاش للمسيح وعرف المسيح وبعد كده يقع في خطية النجاسة، بيبقى الحقيقة يعني صعب قوي إن الإنسان، لكن للأسف الشيطان دخل وبيدخل من هذا المدخل لكثيرين. عشان كده المسيح بيقول لك التزم بالعفة، منطق حقويك، خلي جسدك فعلا كده. يقول لك إن الحزام ده معمول من الجلود الحياة الميتة، فده يشير إلى أنك أنت تميت أعضاءك اللي هي الجسدية، يعني تبعد عن الخطية، وأنك أنت تقمع الجسد وتستعبده. لألا بعد ما كرست الآخرين زي ما قال بولس الرسول، أصير أنا نفسي إيه؟ مرفوضا، لتكن أحقاقكم ممنطقة، التزم بالعفة والحياة المضيئة، وسروركم إيه؟ موقدة، الحياة مضيئة، يبقى سراجك منور. يعني إيه سراجك منور؟ يعني زي ما قال المسيح كده، اللي يروا ايه؟ اعمالكم الصالحة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. تبقى شهاب تشهد للمسيح من خلال الحياة المضيئة. فعلا الناس بتشوف نور المسيح في حياتك، في اقوالك، في تصرفاتك، في اعمالك، فعلا فيه زيت منور. الروح القدس هو اللي بيخليك انك انت فعلا تعمل اعمال تمجد الله في حياتك. عشان كده يقول كده، خلوا سروجكم موقدة، خلي السراج منور، خلي فعلا المسيح ينور قلبك كل يوم أكتر، ينور ذهنك، يخليك كده فعلا أنك أنت تحب الخير، أنك أنت تجري وراء أعمال المحبة، أعمال الاتضاع، علشان خاطر أن فعلا تكون أمانتك في حياتك الروحية وفي جسدك وفي تصرفاتك شهادة قوية ومضيئة، عشان الناس تشوف نور المسيح في حياتك. يبقى أول حاجة حول الأرضيات إلى سماويات، وتاني حاجة التزم بالإيه؟ بالعفة والحياة المضيئة. الحاجة الثالثة أقول لك حاسب من الحرامي. إيه حاسب من الحرامي؟ أوعى تتسرق. يعني بيقول إيه؟ بيتكلم هنا عن مجيء المسيح، وبيقولوا إن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا مستعدين، يعني فطوبى لأولئك العبيد. وإنما أعلموا هذا، أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. اليهود كانوا مقسمين الليل إلى ثلاث يعني مراحل أو ثلاث أزمنة. فالليل فيه هزيع أول وهزيع تاني وهزيع تالت، ده نظام اليهود غير الرومان. الرومان كان عندهم أربعة. عشان كده الكنيسة خدت وعملت في صلاة نص الليل الخدمة الأولى والخدمة التانية والخدمة إيه؟ التالتة، الهزيع الأول والهزيع التاني والهزيع الثالث. والإنجيل اللي هو لا تخف أيها القطيع الصغير، ده إنجيل الإيه؟ الخدمة التالتة في صلاة نص الليل. وهنا الآباء بيقولوا إيه؟ ان الهزيع الاول ده هو ما جاش بسيرته، لكن لو جه في الهزيع الثاني او الثالث، لان الهزيع الاول ده يرمز الى الطفوله، والهزيع الثاني ده يرمز الى مرحله الرجوله،
والمزيع الهزيع الثالث بيشير إلى مرحلة الشيخوخة. يقول لو جه في الهزيع الثاني أو جه في الهزيع الثالث بيقول كده، هل فعلا حيلقاك مستعد ولا اللي خدته اتسرق منك؟ خلي بالك، اوعى الحرامي يسرق الملكوت منك. وانا عايز اقول لك النهارده ممكن يسرق الملكوت عن طريق ثلاث حاجات لازم نعرفهم كويس قوي. اول حاجه يسرقه عن طريق، تفتكروا ايه؟ محبه العالم. محبه العالم، بولس الرسول يقول كده في تيموساوس الثانية صح 4:10، ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر. ده ديماس ده كان بيذكره في كل الرسائل إنه هو خادم معاه وكان بيبعت له السلام. دلوقتي بيقول ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر. اوعى ملكوتك يضيع بسبب محبة العالم الحاضر. بتحب العالم، بتحب شهوات العالم، بتحب أمجاد العالم، بتحب غنى العالم. ناس كتير ابتدوا وخدوا الملكوت لكن ضيعوا اللي خدوه لأنهم حبوا العالم. وزي ما بيقول الكتاب المقدس محبة العالم إيه؟ عداوة لله. محبة العالم عداوة لله، محبة العالم. والحاجة التانية محبة المال. تقول ده ما قال في الأول بيعوا مالكم وأعطوا صدقة. ما احنا خلاص، احنا يعني الحتة دي احنا خلاص عديناها. ازاي يعني؟ قولك انا بعت كل حاجة. اوعى تفتكر انك انت لو خدت قرار في يوم من الايام وبعت فعلا من اجل المسيح وتفتكر الشيطان حيسيبك، لا ابدا. ده القديس الاب انطونيوس بعد ما باع كل ممتلكاته ودخل الدير، في ايه بعد كده؟ جه الشيطان يحول له الرمل اللي في الصحراء الى ذهب عشان الأم أنطونيوس يميل وياخد من الذهب. فحرب محبة المال بتطارد الإنسان إلى آخر يوم في حياته. عشان كده خلي بالك إن كان في واحد من تلاميذ المسيح، كان تلميذ للمسيح وكان من ضمن التلاميذ اللي أرسلوا المسيح وعملوا معجزات شفاء وإخراج شياطين، يهوذا الإسخريوطي، هلك بسبب محبة المال. باع سيده من أجل 30 من الفضة. خلي بالكم من محبة العالم ومن محبة إيه؟ محبة المال. الحاجة الثالثة والمهمة قوي، الحرامي الشيطان عايز يسرق الملكوت منك بأنك تكون أو تبقى أو تحب تكون الأول وتاخد المركز الأول. شوفوا يوحنا الرسول بيتكلم عن واحد اسمه ديوتريفوس في رسالته الثالثة والعدد 9، هو كل أصحاح أول الرسالة كلها. يقول كتبت إلى الكنيسة ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. ديوتريفوس ده عايز يبقى الأول في الكنيسة، لا يقبلنا. صوروا يوحنا الحبيب يعني اللي كلامه كله حبه، التلميذ الذي كان يسوع يحبه، ديوتريفوس ما بيقبلوش، لا يقبلنا. ايه ده؟ لانه عايز يكون هو الاول. لانه يجي يطلع فين جنب يوحنا الحبيب؟ يطلع فين جنب يوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه؟ فهو عايز يكون الاول. خلي بالكم المركز الاول ده صعب قوي. الشيطان بيحارب كثيرين بالمركز الاول، وان الانسان اللي ما ياخدش باله من الحرب دي ممكن يقع فيها ويفتكر نفسه ان هو يعني يستحق المركز الأول عن غيره، ويستحق إن هو يكون القائد عن غيره، وهو اللي يكون يعطى له الإكرام عن غيره. خلي بالكوا المركز الأول، المتكئات الأولى، صعب جدا جدا إن الإنسان يخلص وهو لسه بيحب المتكئات الأولى. عشان كده المسيح قال خد المتكئ الإيه؟ الأخير. بل لما تكون الأول حاول تكون الإيه؟ الأخير. نلخص الكلام اللي احنا قلناه النهاردة. لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن آباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. اشكر المسيح من أجل نعمة الملكوت اللي خدتها. ولما كنتش خدتها لغاية النهاردة قل له يا رب أنا بفتح قلبي علشان
أستقبل ملكوتك. هو شرط واحد بس، المسيح لما كان بينادي بالملكوت قال توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. لو النهاردة بتقدم توبة، لو النهاردة بتقبل المسيح في حياتك، لو النهاردة فعلا أنت عايز أنك تسلم حياتك للمسيح بالكامل، يبقى أنت خدت الملكوت. وبعدين المسيح بيوصي الناس اللي خدوا الملكوت ثلاث حاجات مهمين قوي. أول حاجة بيقول حول الأرضيات إلى سماويات. كل ما هي موجودة معاك وهتتعبك، كل ما عندك أشياء أرضية أنت ماسك فيها قوي كده وحاطط قلبك عليها وخايف أحسن تروح منك هتعيش في قلق. فبيقول لك حول الأرضيات إلى سماويات، بيعوا ما لكم وأعطوا إيه؟ صدقة. لأن الناس الفقراء، الناس الغلابة المحتاجين دول عبارة عن شيالين بنديهم الفلوس علشان يوصلهمنا لفين؟ للسماء. يبقى حول الأرضيات إلى سماويات. الحاجة التانية التزم بالعفة والحياة المضيئة. اوعى تفرط في عفتك، اوعى تفرط في قداسة جسدك، اوعى تفرط في نظرات عينيك، لأن دي أمور مهمة علشان إنك فعلا ملكوت الله يديم أو يدوم في قلبك وأيضا يكون نصيبك في الحياة الأبدية. عشان كده يا أحبائي مهم أوي ألتزم بالعفة وأيضا حياة مضيئة بأعمالي وبأقوالي وتصرفاتي أمجد المسيح. الحاجة الثالثة والأخيرة ومهمة خالص، إن أنا خلي بالك من الحرامي لألا يسرق الملكوت. يدخلك في محبة المال، يدخلك في محبة العالم، يدخلك في محبة المتكئ الأخير. ربنا يدينا نعمة علشان النهاردة نعيش الملكوت كل يوم، نعيش المسيح اللي خدناه، سر ملكوت أبديتنا وسر خلاصنا لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين.